جبال ترحال هي شركة فلسطينية تعمل في مجال السياحة البيئية، السياحة البديلة، سياحة المغامرات. هدفنا في جبال ترحال أساساً مبني على قناعة وإيمان تام بأنه فلسطين فيها مناطق سياحية جميلة جداً، فيها مواقع ممكن تشكل مقصد لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني، مقصد للترفيه، مقصد للاسترخاء، مقصد للمغامرة والرياضة. معظم الناس بتسافر خارج فلسطين حتى تقدر تقضي نهاية أسبوع أو تقضي إجازتها، ولكن إحنا بنشوف إنه في إمكانية عالية ممكن استغلالها داخل فلسطين لتلبية هذا الغرض. هاي التجربة المشتركة للموظفين والعاملين عندنا اللي تمت من خلال بالترحال في زيارة لعدد من القرى الفلسطينية، عملت بوندينج كتير أكبر ما بينهم وخلتهم يكتشفوا جوانب في حياتهم وجوانب في إمكاناتهم ما كانوش قبل شايفينها. كان في جزء ثقافي حضاري تاريخي مهم عكسوا لقائنا مع الناس في القرى اللي مرقنا فيها، استعراضنا وسمعنا لتجربتهم وحياتهم وقصصهم وتاريخهم. بتحس انه هاي التجربة المشتركة اللي مرقوا فيها فعلا فتحت عيونهم ودماغهم. ما في حد من الموظفين اللي رجع يقول انا تفاجأت، انا شفت اشي جديد، انا بحب اعمل مرة تانية هذا الحكي. كانت تجربة مميزة يجب تكرارها، وبعتقد انها لازم تكون جزء من ثقافة الشركات والأفراد والعائلات والمجموعات والصحاب بشكل دائم ومتواصل. بال ترحال عرفت المواطن هون قديش السياحة مهمة وقديش بلادنا أجمل وأجمل مع وجود يطلع كفاميلي أو يطلع لحاله، ومناطق أنا تعرفت من خلالها مع كتير مناطق ما عمري في حياتي رحتها. هي فكرة جريئة من بال ترحال لتعريف الجيل الشباب والمواطن في فلسطين بأهمية السياحة، لأنه واضح إنه ما فيش عندنا سياحة محلية أو ناس يهتموا فيها. أنا انبسطت، أولادي انبسطوا، وطبيعة بتجنن، وكانت مع بال ترحال أحلى وأحلى لأنهم كتير بيهتموا في الأطفال.
عم نتوسع في بلد الحال لأنه نقدم رزم خاصة بجولات في داخل الفلسطيني بال 48 وكذلك أيضا جولات في الأردن. طابعها كله هو أنه أنت تعيش تجربة بالأوتدور تكون غنية بالترفيه بالاستجمام كمان بالمعرفة وبالاستكشاف وبالتفاعل مع المجتمعات المحلية.